كل إنسان حسب طبيعة البشرية أنه يتأثر بعوامل الصدمة. عوامل الصدمة هواية، والعوامل اللي تأثر على الإنسان هواية، وأغلبها ما تكون حياتية إذا تأثر بشخص أو فقد شخص عزيز عليه، أو عوامل مادية مثل إذا خسر البورصة أو فقد مبلغ من المال. الشخص حسب طبيعته وحسب تعامله بهاي الصدمة أو حسب تعامله بالوضع اللي رح يصير به، يا أما يخذ هاي الصدمة أو هذا الموقف اللي صار به يحاول يستوعبها ويتعايش وياها، يا أما الصدمة رح تأثر عليه وما رح تخليه يستمر بحياته أو يتعايش ويا هاي الصدمة. فهاي تعتمد على حياة الإنسان، على تركيبة أو طبيعة هذا الشخص، أو شلون رح يتعامل بعامل الصدمة. اليوم نحكي عن شخصين تأثروا بهذا العامل اللي هو عامل الصدمة، قرروا يغيرون حياتهم ووقت فراغهم وغيروا عالم بالكامل بسبب الروايات النشروها أو القصص النشروها اللي غيرت حتى تراث العالم بصورة عامة. كان لهم تأثير كلش كبير بالتراث العربي والغربي والأوروبي. فما رح أطول عليكم، يلا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ومرحبا مرة ثانية. الإخوان جرين اللي ولدوا بلدة أهاناو الألمانية سنة 1785 و 1786، اللي هم يعقوب أو جايكوب يعقوب وفيلهلم، كانوا كاتبين وباحثين وكتبوا أكثر من 200 رواية أو قصة تعصيتهم منتشرة بالقرن التاسع عشر الميلادي. الإخوان فيلهلم كانوا درسون، كانت حياتهم طبيعية لحد ما صار بيهم موقف واللي هو انصدموا من عنده، إلى أن غيرت حياتهم وانقلبت لحد سنة 1796 بعد ما توفى والدهم بمرض السل الرئوي. بس بعد سنة 1796 قرروا أنه يستسلمون هذا الموقف ويقررون أنه يسوون روايات وقصص، ومنها بدأت تنتشر شعرة الإخوان أنه يكتبون القصص الشعبية أو الأساطير أو الميثولوجيا اليونانية أو الميثولوجيا الإسكندنافية أو الميثولوجيا الإغريقية. في سنة 1812 أول قصص أو أول روايات كتبوها الأخوة غريم وخلص هذا كل شيء داخل ألماني. إلى سنة 1857 وصلت القصص والروايات للعالمية، وكانت أكثر روايات منتشرة بذاك الوقت، ولحد الآن روايات الإخوان غريم منتشرة بصورة كل كبيرة كل العالم وكل حتى بدول العربية. الإخوان غريم كان لهم دور كل كبير من ناحية الروايات والقصص اللي كانت ينشروها. بسبب انتشار هاي القصص الواسع اللي ترجمت أكثر من 100 دولة حول العالم، وأغلب الدول خلتها تراث لبلدهم، وأغلب الدول استخدموها لتدريس المنهج الجديد وحولوا منهجهم من المنهج الاعتيادي إلى منهج دخول به كتب أو روايات الإخوان غريم. كل هاي النجاحات وهذا اللي وصلنا له الإخوان غريم وروايات وقصصهم الشعبية وصلت للعالم، كل الناس عرفها. ومن مين ما يعرف قصة السندريلا أو ذات الرداء الأحمر سندريلا، أو الأميرة الضفدع ذات الرداء الأحمر رابنزل، وقصص الغابات أو قصص الأطفال القديمة. هاي كلها القصص اللي وصلت لنا واللي عرفنا عليها عن طريق اللي كان لهم فضل كل كبير الإخوان غريم بخلق هاي القصص الجديدة أو استحداثها وسردها بصورة جميلة وتناسب كل الأعمار. هذا النجاح وهذا التفوق ما جاء من فراغ. الإخوان غريم من الطفولة عانوا، وحالة الشباب عانوا من الفقر، وكانت أمان ذاك الوقت أوضاع اقتصادية مو زينة. هذا كتاب تقدرون تشوفوه بقصة حياة الإخوان غريم اللي ذكروا هذا الكتاب، إنه ارتادوا جامعة ماربورغ اللي كانت تضم 200 شخص فقط. يعني تخيل إنه تدخل جامعة ما تضم غير 200 شخص، ومو بس هاي، إنه هاي الجامعة ما تقدر الدولة تعطي مصاريف الطلاب، فكانوا يشتغلون ويصرفون على نفسهم حتى يكملون الدراسة. من سنة 1812 بدأوا بداية الكتابات إلى سنة 1830، وكانت هاي السنة اللي أثرت حي عليهم، وهي الصدمة الثانية بعد وفاة والدهم اللي هي تغيير حكم أو دخول الملك الجديد لحكم ألماني اللي هو أرنست الأول، اللي كانت سياسته ما تعجب لا الطبقة المثقفة، يعني ما كانت تعجب الإخوان غريم ولا كانت تعجب أصدقائهم الكاتبين والباحثين هانية بسبب سياسته اللي ما كانوا راضين عليها. فبسنة 1830 بعد ثورة الفلاحين اللي صارت انقلب الحكم، وأرنست الأول استلم الحكم، وكان أرنست الأول فصلهم سنة 1830 لأنه رفضوا ولاءهم لهذا الشخص. والإخوان غريم فصلوا منهم من وظائفهم، فقرروا أنهم يشتغلون أعمال حرة حتى يقدرون يجمعون قوت
يومهم أو يقدرون يكتبون أو يكملون مشروعهم اللي هو كتابة الروايات والقصص الشعبية. اختلفت الناس على هاي الروايات أو هاي القصص، لبعض قال إنها روايات فرنسية أو هاي الروايات ألمانية أصلية أو مقتبسة من الروايات الفرنسية، بس ما راح تفرق إحنا حدنا إذا كانت فرنسية أو كانت ألمانية، بس الفضل كله يعود لإخوان قريم اللي وصلوا لنا هاي الروايات أو قدروا يجمعون أكبر قدر ممكن من الروايات اللي وصلوها لنا أو وصلوها للعالم بصورة عامة. اللي خلى الناس تحب هاي الروايات أو تتفاعل وياها كانت الروايات تضم القصص والأساطير من الميثولوجيا الألمانية، الميثولوجيا اليونانية والأغريقية والأساطير الإسكندنافية. 1854 رجعوا لضعفهم، بس رجعوا يشتغلون بمهنة التدريس، فكانوا يدرسون جيل، فعلموا هذا الجيل أنه يحب القراءة، يحب الاطلاع، وهذا الجيل استمر لهذا اليوم بالأسس اللي وضعوها لهم الأخوان قريب. اللي يميز هاي الروايات وخلتها توصل للناس كانوا يخلون الفتيات يشتغلن بالكتان أو غزل البنات أو الخياطة، فكانت هاي المهن رمز للأنوثة، يعني يخلون الشاب أو الرجل بعض المهن اللي هي مثل مزارع أو مثل فلاح، فكانت هاي المهن هي ترمز للرجولة بالقرن التاسع عشر، اللي خلى هاي الروايات أو هاي القصص توصل للناس وحبها الناس يدفعون ليها. وخسارة العالم أنه يصير من تراث العالم أو من تراث أو بعض الدول خلوها بالمناهج الدراسية بسبب أنه كل القصص والروايات اللي رواها الأخوان قريم لا تحتوي على مشاهد عنف ولا تحتوي على مشاهد خادشة للحياة، فكانوا يحذفون كل شيء خادش الحياة أو كل شيء بعنف أو كل شيء دموي كانوا يحذفون من الروايات ومن القصص. لذلك القصص مسموع، القصص ممكن يشاهدها الأطفال وكبار السن والشباب، لكل الفئات العمرية كانت تشوف هاي القصص أو تقدر تطلع على هاي القصص بسبب ما تحمل أي شيء لا دموي ولا شيء خادش للحياة ولا أي شيء عنصري. زوجة فيلهم كان لدور كلش كبير بوصول الروايات، ساعدت الأخوان قريب الحقيقة اللي كل شيء رادوا بسبب الروايات اللي كانت ترويها لهم هي، وكانوا يكتبوها أو كانت عن طريق عائلتها اللي كانت ترويها القصص وهي تروح ترويها أو تقولهن للأخوان قريب، أو الخادمة خادمة عائلة زوجة فيلهم كانت هم تروي بعض القصص وكانت تتهم القصص. والقصص اللي وصلت لنا هي من طبقة أو من طبقة متوسطة متوسطة، وإحنا نعرف كل دول العالم الطبقة المتوسطة دائما تلقي عندها القصص والأمثال الشعبية والروايات وغيرها عن الطبقة المتوسطة، فكانت كل الروايات يكتبوها الإخوان قريب يا أما من الطبقة المتوسطة يا أما من أصدقائهم من الطبقة الأرستقراطية. من سنة 1812 إلى سنة 1850 هاي كل روايات القصص يا أما بأوروبا انتشرت يا أما فقط بألمانية، إلى أن سنة 1870 هاي الروايات والقصص اللي كتبوها الإخوان قريم وصلت للعالمية وقدرت تكتسح كل العالم أو كل تراث العالم. فسنة 1870 هي هاي السنة اللي روايات الإخوان قريم وصلت للعالمية. اعتبروا الإخوان قريم من ألمانيا تحديدا من الشخصيات الملهمة مع سنة 1992 خلوا صورتهم على الألف مارك الألماني، فكان لهم تأثير كل كبير على الشعب الألماني بصورة خاصة. كانت رواية الأخوان قريم مو خاصة تحديدا للأطفال، كانت كل الفئات العمرية، بس بعد ما شافوا أو اطلعوا على رواياتهم وقصصهم وعرفوا أنه الأطفال يجي يتفاعلون ويا رواياتهم ويحبوها أكثر أو يستجابون لها أكثر من غير أو أكثر من الفئات العمرية الأخرى، فقرروا أنهم يسوون روايات أكثر ويخصصوها للأطفال. الروايات كان بيها كلش معاني وكان بيها كلش أسس تربوية وضعها الأخوان قريب من ناحية خوف عند الأطفال وشلون يتعاملون وياه، الخروج مع شخص غريب أو من ناحية الدخول الغابات أو دخول الأماكن العامة، وشلون الأسس التربوية اللي بنوها هذول الأخوان. ويعتبرون الأخوان قريب بالنسبة لألمانيا رواياتهم وقصصهم هي الأولى بالنسبة لألمانيا اللي هي بعد الكتاب المقدس، يعني الكتب الألمانية ثاني أكبر كتاب أو ثاني أكبر الكتب تداول وانتشار بألمانيا بعد الكتاب المقدس.
طبعا هاي قصة الأخوان قريب وحبيت أسوي هذا الفيديو لأنه نقدر نقول قصتهم أو حياتهم هي ملهمة لكل شخص أو كل شخص يحاول أو عنده هدف بحياته يريد يوصل، لازم يبقى مستمر على هدفه ولو بعد حين راح يشوف أنه رب العالمين ويخلي ثقته رب العالمين راح يشوف أنه يوصل لحلمه أو يحقق ولو شيء بسيط، بس يبقى مستمر على تحقيق هدفه مو هبدأ أو يستمر للشيء اللي يحبه اللي يحس أنه راح يوصل للعالم أو راح يوصل صوته أو كل العالم. هذا كل ما يخص موضوع اليوم، أتمنى فادك الفيديو وقدرت تستمتع به أو أتمنى قدرت أضيف لك شيء لمعلوماتك العامة. شكرا على المشاهدة وانتظروني فيديوهات جديدة. أنا محمد حاتم ومع السلامة.